باقي أرحب بكم في حلقة جديدة في مدرسة المسيح وزي ما قلت قبل كده في الفصل الخاص دوت اللي فيه إحنا بندرس الكتاب وبالذات الأناجيل الأربعة ما علمنا المسيح فيه وما صنعه المسيح من معجزات وآيات ليظهر مش بس هو مين لكن ليظهر هو قلبه وأحشائه وفكره من نحونا عبارة عن إيه في الجزء ده إحنا بنتعلم ازاي ندرس الكتاب ازاي نقرا ونفهم ونتامل ونطبق ونعيش هذا الحق الكتابي احنا بناخد الجزء الاولاني بس احنا بناخد جزء لغايه الفهم لكن التامل والتطبيق العملي في واقع حياتك متروك ليك انك تاخد ده وتتامله وتعيش فيه وتغوص فيه فيعيش فيك فيتجسد في حياتك فتقدر بحق تطبقه احنا بنعمل الجزء اللي نقدر نعمله داخل المجموعة الصغيرة داخل درس الكتاب لغاية لما أبقى فهمت فهمته وعايز يقول إيه الجزء الثاني ده دورك الشخصي للتأمل وللتطبيق في الحياة الشخصية <applause> تكلمنا ان المعجزات ده حدث حقيقي بتنطبق عليه كل المبادئ بتاعه التفسير لكن في المثل بنضيف بعض الحاجات انه مفيش تطابق لكن في تشابه في جانب معين احيانا بيكون في تضاد ان الامثله الصعبه المسيح بيشرحها اتفقنا على الاربع مبادئ وعمالين نشوفها مش كده انه مفيش مثل بيتطابق طب الحته دي ما احنا قلنا مش متطابق مش كده عشان كده بيقول أكتر من مثل في حقيقه واحده عشان هنا بيقول حاجه وهنا بيقول حاجه هنا مش بيقول ال... ال... الواقع الروحي ده الواقع العملي بس مش ده الواقع الروحي لأنه في الاخر انا عايز اطلع بالواقع الروحي في الحياه الشخصيه اللي بعيشها مع الله ومع نفسي ومع الناس الذين من حولي في الحلقة الماضية اتكلمنا عن معجزة عظيمة جدا شفاء الأعمى منذ ولادته وخذ أصحاح حاله أصحاح تسعة من إنجيل يوحنا النهاردة هنكمل مع بعض وناخد مثل شهير جدا جدا لازق في الموعظة ديت لازق في المعجزة ديت على طول بعد المعجزة ديت إنجيل يوحنا أصحاح عشرة الصورة التعبيرية الشهيرة اللي اتكلم فيها المسيح عن مثل الراعي والخراف الراعي والخراف يوحنا عشرة من عدد واحد لغاية عدد 18 وبعدين بيجيب سيرته بعد كده وهنكمل بعد كده التعليق المهم على المثل ده في حلقة مستقلة وده حديث بقى ده واحد من المواعظ واحد من الاحاديث الشهيره التي قالها المسيح ما بين المثل وما بين معجزه تانية هتتم في يوحنا 11 اقامه لعازر المنطقه دي منطقه غنيه جدا جدا من انجيل يوحنا 8 و9 و10 و11 و12 الى نهايه انجيل يوحنا كل عباره وكل مقطع نقدر نقف عنده لمده ساعات طويله اوكي خليني اقرا مع حضراتكم هنشوف هذا المثل نبص في كتابنا كويس وبنستعد بالاسئله اللي في ذهننا كلها عشان نستخرج من هذا الجزء الاجابات اللي توصلنا للمعنى وللرساله اللي عايز يقولها لنا. الحق الحق اقول لكم ان الذي لا يدخل من الباب الى حظيره الخراف بل يطلع من موضع اخر فذاك سارق ولس. صاحب البيت بيخش من الباب اللي بينط من الشباك ده حرامي، صح كده؟ اما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب والخراف تفت تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصه يبقى في خراف خاصه وفي خراف مش خاصه فيدعو خرافه الخاصه باسماء ويخرجها ومتى اخرج خرافه الخاصه لانه دخل الحظيره لا الخراف جوه خدها وطلع بيها خلي بالكم من الان والاوت ده من الدخول والخروج لانه ليه معاني هنشوفها حالا ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها ما يمشيش وراها الراعي الحقيقي بيمشي أمام الخراف مش ورا الخراف يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوتها أما الغريب فلا تتبعه لو واحد غريب مشي قدام الخراف مش هتمشي وراه لأنها ما تعرفوش أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء هذا المثل قال لهم يسوع أما هم فلم يفهموا ما هو الذي يكلمهم به فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم أنا باب الخراف ففي مثل ها الجزء الأولاني ده وبعدين ابتدى يشرح المثل ما فهموش فابتدى بقى يشرح المثل أنا باب الخراف جميع الذين أتوا قبليهم سراق ولصوص والخراف لم تسمع لهم أنا هو الباب أنت الراعي ولا الباب أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك اللي اتكلم عنه في المثل أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف أما الذي هو أجير وما جابش سيرته في المثل جاب سيرته في التعليق أما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا يترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها. والاجير يهرب لانه اجير ولا يبالي بالخراف. اما انا فاني الراعي الصالح واعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما ان الاب يعرفني وانا اعرف الاب. وانا اضع نفسي عن الخراف، ولي خراف اخر ليست من هذه الحظيره، ينبغي ان ياتي بتلك ايضا، فتسمع صوتي وتكون رعيه واحده وراعٍ واحد. لهذا يحبني الاب لاني اضع نفسي لاخذها ايضا. ليس احد ياخذها مني بل انا اضعها من ذاتي. لي سلطان أن أضحى ولي سلطان أن آخذها أيضا هذه الوصية قبلتها من أبي وبعدين حتة كده صغيرة فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام فقال كثير منهم به شيطان وهو يهدي لماذا تسمعون له وأخرون قالوا ليس هذا كلاما به شيطان ألعل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان بصوا بنرجع تاني للحتة بتاعت شفاء الذي هو أعمى اوكي يبقى السياق بتاع المثل ده والتعليق على المثل جاء بعد ايه بعد معجزه شفاء الاعمى فده دي حته متصله مع بعضها ده لازق في بعضه هنشوف ازاي كل الكلام راكب في بعضه وبيسير في اتجاه تصاعدي هائل الاعلان هو مين وجاي يعمل ايه واللي بيتوقعه مننا شكله ايه فهذا هو سياق المثل الذي قاله المسيح. طيب، مين الشخصيات اللي في المثل؟ اللي جوه المثل؟ ايوه افتكر عندنا الراعي الراعي والسارق أو اللي والسارق اللي, اللي بيخش من موضع اخر وفي الخراف وفي الخراف خراف من الحظيره اللي هي اللي بتسمع للسيد والخراف الاخرى في الخراف الخاصه وفي خراف اخر ما جابش سيرتها هنا، صح كده؟ هو اتكلم عن خرافي ما جابش خراف اخر هو اتكلم عن خرافي تسمع صوتي يعني كان بيتكلم على خراف اخر اللي هي تسمع صوتي بعد كده ده بعدين لكن انا بتكلم في المثل في الحته الاولانيه ديت الباقي ده كله تعليق على المثل صح كده كويس في عندنا حاجه تانية ناقصه في حاجه ناقصه قالها بعدين هو هنا في عدد ثلاثة بيقولوا البواب يفتح له اه في بواب يا راجل انت حطيتنا كمان في في بواب هنا بيفتح لل... للراعي في عندنا حاجه تانية ناقصه فيها حاجه ناقصه قالها بعدين ايه أجير. الاجير الاجير جاب سيره الاجير ده بعد شويه اما الاجير فيسمع لما يبقى الذئب بيذهب فانا عندنا هنا كده حاجه واضحه مين اللي جواه طيب ده مثل ولا ده وعظ ايوه الاتنين الاثنين جبنا منين ده مثل لانه ما فيهوش اشخاص حقيقيين جوه المثل حقيقيين جوه المثل نفسه يعني اه جوه المثل الاشخاص الموجودين جوه الحين سارق ومش عارف ايه وذئب ومش عارف و... وفي ذئب على فكره بعد شويه جاي كمان ف... والسارق وال... وال... والراعي والخراف بس من كده بنعرف انه مثل ولا في حاجه تانية هو مثل لان المسيح شبه نفسه انه الباب وانه الراعي لان في تشبيهات مجازيه هو راعي فعلا لكن هو باب فده تشبيه كويس قوي لان في صور تشبيهيه واضحه في سبب تاني يقدروا عليه ده مثل ايوه هو اصلا في عدد سته بيقول ضرب يسوع لهم هذا المثل بالظبط هو بيقول ان ده مثل هو بيقول ان ده ايه مثل فاحنا عندنا هو تصريح واضح وصريح من النص ضرب لهم يسوع هذا المثل فالمسيح بيقول ده ايه مثل يبقى هو ايه يبقى بيتكلم مثل لما قال لهم مثلا فيبقى ده مثل يبقى ده في ده بارابل ده مثال التعليق اللي عليه بياخد من المثل وبيضيف صور تشبيهيه جوه المثل وبيشرح المثل فاهمني؟ فالتعليق اللي ممتد بعدها مبني على المثل بالعكس اضاف شخصيات اضاف الاجير اضاف الذئب مش كده؟ اضاف حاجه ما قالهاش في المثل لكن وسع المثل وشرح المثل في الجزء اللي بعد كنا اللي يبتدي من أول عدد سبعة فقال لهم أيضا حق الحق أقول لكم أني أنا باب الخراف طيب في هذا المثل المسيح شبه نفسه بإيه قال عن نفسه أنا هو إيه أيوة وقال عن نفسه أنه هو الباب وقال قال أنه الباب وبعد كده قال أنه هو الراعي ولا قال أنا الراعي وان قال أنا الباب لا قال في الأول أن أنا الباب وبعد كده انا الراعي قال في الاول انا الباب وبعدين قال انا هو الراعي نبص كده شويه ونراعي نبص كده قال كده اما الذي يدخل الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب الخراف تسمع له وبعدين يسمع ماب وبعدين قال انا باب الخراف وبعدين قال انا هو الباب وبعدين قال انا هو الراعي الصالح فهو شبه نفسه حاجتين هنا شبه نفسه بحاجتين هنا في الجزء الاولاني قال انا راعي الخراف وبعدين في الثاني قال انا هو الباب وانا هو الراعي الصالح صح كده بس في الاول قال راعي الخراف يعني في الجزء الاولاني قبل ما يقول الباب قال راعي الخراف في عدد اثنين واما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب له ومتى أخرج خرافه الخاص بيتكلم عن نفسه صح كده؟ يعني هو التشبيه هنا إنه راعي الخراف، وبعدين قال صراحةً أنا باب الخراف، أنا هو الباب، أنا هو الراعي الصالح. طيب هو الباب ولا الراعي؟ إحنا عندنا 1 فيجر of سبيتش، يعني عندنا صورة واحدة صح؟ عندنا مثل واحد لأول مرة جوه مثل واحد بيشبه نفسه بحاجتين والباب ولا الراعي وازاي الباب يبقى الراعي اتفضلي هو الباب في الحقيقه لكن الراعي في المثل يعني هو آه ده, الباب ده الباب صوره تعبيريه اكتر من الراعي يعني, يعني هو في حياتي راعي الذي يدخل من الباب فهو راعي القطيع ايه الذي يدخل من الباب فهو راعي القطيع راعي وقال انا الراعي وبعدين آه. قال انا الباب هو الباب ولا الراعي ما هو بيتكلم في في يعني خطين مع بعض مرة في في المثل ومرة في الحقيقة بقى في الحياة العملية أنا مش فاهم إيه المثل وأنهي الحياة العملية يعني هو بيكلم في المثل هو الباب في الحياة العملية هو الراعي ولا في المثل هو الراعي في الحياة العملية هو الباب في المثل هو الراعي في الحياة العملية هو الباب اللي بيدخل منه ما بيخرجش أو يعني اللي بيدخل بيبقى يعني في الحياة العملية هو باب مش راعي؟ <applause> هو الاثنين في المثل وهو الاثنين في الحياه يعني ده تشبيه في الاثنين ازاي إز ازاي يكون في صوره واحده حط اثنين ما فيش اي تناقض لو انتوا قابلينها خلاص خلاص نعديها يعني ما عندكوش مشكله خلاص نعديها اتفضل فهو يسوع هو الباب ويسا هو الراي فعشان كده هو كمان هو اللي بيفتح فهو يعني هو لا هو, هو البواب ما قالش الباب عن ما ما <applause> طب لو كان في بوابه وهو إزاي الباب في حد هيفتح ربنا؟ ما هو هو الباب وهو الراعي وهو صاحب الباب زي هو نفسه الباب وفي بواب <تصفيق> 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 هل في اي لخبطه هنا؟ ايوه اعتقد يا أسيس ان هو الباب يرمز للدخول فيعني هو ممكن يقول انا مش كلام عن الرمز احنا هنتكلم عن الرمز دلوقتي هنقول يعني ايه باب ويعني ايه راعي ومعنى دي ايه ومعنى دي ايه ولما قال الباب ايه معنى الباب وايه الراعي ايه دور الراعي هنتكلم على الاثنين دول بنقول هو ازاي في مثل واحد شبه نفسه بحاجتين ما ينفعوش يجوا مع بعض في واقع الحياه في واقع المثل المثل كده يختل لازم المثل يبقى من واقع الايه الحياه فهل في واقع الحياه ينفع لما يقول كده للناس الناس تفهم ولا الناس تتلخبط يعني انا افتكر الباب للحظيره الحظيره ليها باب والخراف ليها راعي كويس فهو يمثل والباب غير الراعي يمثل الباب للحظيره إنهين. والراعي للخراف. طيب انا هريحكم علي عريح. انا هريحكم خلاص خلاص انا عريح. لا مش الاب والابن والعقد هنا لا لا انا بس قال انا الباب وانا الباب. هرسم لكم الرسمه دي عشان تتخيلوا الحكايه دي في لما بياخد الراعي القطيع بتاعه بالذات الى البريه بيعمل حظيره لما بيعمل حظيره بيبقى ممكن يبقى شكل الحظيره عباره عن كده ويعمل باب فتحه كويس فسهل يعمل الفنس ده يعمل السور دوت ايه اكتر ضمان للراعي عشان يخلي باله من القطيع ان هو نفسه الراعي شخصيا بينام في الحته دي بينام في الفتحه دي فيبقى الراعي هو الباب فالخراف بتاعته بتبقى جوه هنا فهي داخله بتعدي عليه فيبص عليها تيجي تخرج هو اللي ايه هو اللي قافل لما بيجي اي انترودر اي دخيل لازم يعدي على ايه على الراعي عشان يوصل للخراف فالمستمع ده اللي سمع القصه دي ما حسش اي حاجه غريبه لما يعني يقول انا الباب وانا الراعي اه احنا فاهمين ان في البريه الراعي هو الباب ما بياخدش معاه باب يحطه هو اللي بينام في الباب هو بيبقى الباب فالخراف بتخش منه الى الحظيرة وبتطلع منه الى الواقع فلا يوجد تناقض على الاطلاق بين الراعي وبين الباب في مفهومهم عشان كده ما حدش سأل وانت ازاي انت الراعي وانت الباب لان ده الواقع اللي كانوا بيعيشوه دي الصورة اللي كانوا بيحيوا الرسمة ديت ان ان الباب هو الراعي واضح الحكاية دي مفهومة طيب نرجع للرسمة بتاعتنا لو أخذنا التشبيهين دول كل واحد لوحده انا عندي تشبيهين مستقلين ده معنى وده لي رساله وبيوصل حاجه وده معنى ودي رساله وبيوصل حاجه خلينا ناخد كل واحد لوحده عشان نشوف اللي بيقوله ده فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم انا اني انا باب الخراف وبعد شويه بيقول انا هو الباب الباب دور ان الناس تخش منه ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى عايز يقول ايه عايز يقول المنظر ده عايز يقول المنظر ده حتى مهمه جدا 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 حكايه هو الباب دي هو باب الحظيره هو الباب اللي بتخش منه الخراف عشان تبقى خرافه الخاصه اذا ما حدش دخل منه للحظيره ديت هيبقى مش خرافه الخاص هيبقى مش خرافه طيب لو انا قريب وبلف حوالين الحظيره ديت بس ما دخلتش من الباب ده قبل من خرافه الخاصه؟ لا، الخرافه الخاصه اللي هي ايه؟ اللي هي اللي جوه بس، اللي دخلت من الباب. طب انا قعدت الف الف الف, ألف سبع لفات هل باللف حوالين الحظيره ديت تلقائيا انا نفسي جوه؟ بقدرة قادر على نفسي جوه أغمض عيني على نفسي نفسي جوه طيب لو أنا قريب قوي من الباب وده بعيد قوي من الباب يفرق في حاجة يفرق في حاجة ولا لازلت أنا مش خاصته خاصته هي اللي دخل من الباب فبقى خاصة خرافه الخاصة اللي حصل لها ايه؟ بيقول ان دخل بي احد يخلص ويدخل يخلص الاول وبعدين يدخل وبعدين يخرج لما انا ادعوها واخرج امامها هيخرج ورايا وحيتبعني الى المرعى بصوا بصوا الترتيب بتاع الحاجات فانا مش بدخل قبل ما اخلص ومش بخرج قبل ما ادخل ها؟ ومش بخرج قبل ما اخلص انا بدخل فانا بخلص فبدخل فبخرج فبجد مرعى لانه بقى الراعي بتاعي اللي بيقودني الى مراعي خضر يربدني الى مياه الراحه يردني رد نفسي يديني الى سبل البر من اجل اسمي خدت بالكم من الترتيب دوت في الحته دي في غايه الاهميه الكارثه ايه ان ناس كتير قوي عماله تلف قريبه قوي من الملكوت عارفين الغني اللي قال له لست بعيدا عن ملكوت السماوات انت قريب قوي بس دخل ومضى حزينا لست بعيدا بس ما دخلش قال الكاتب والفسين العشرين والخطاء البعاد قوي يسبقونكم الى ملكوت السماوات ناس بعيده قوي دخلت وناس قريبه قوي ما دخلتش ناس كدة اكتفت انها قريبه وسمع اللي بيحصل جوه وبتسمع الترنيم وبتسمع البيلايصة بتسمع الضحك ومبسوط قوي والناس والخراف دي تخرج سلموا عليهم وصاحبينهم بامنهم صاحبين الخراف ديت لكن هو عمره ما دخل وعمره ما دخل اللي دخل خلص وبقى خاصته وهنتكلم بعد شويه لما بنتكلم بقى عن الراعي عن العلاقة ما بين الراعي والخراف دي مميزاتها ايه وشكلها ايه والتشكيلة بتاعتها شكلها ايه لكن لب القضية الاول انا الباب الاول عشان ابقى الراعي بتاعك لازم الاول تدخل من الباب ها عشان تبقى خاصتي عشان ابقى انا الراعي عشان تقدر تخرج معايا الى مراعي خضر الى مياه الراحة اقدر اهديك ارجو نخلي بالنا من الحكاية دي انا باب الخراف أنا هو الباب إن دخل بأحد فيدخل ويخرج ويجد مرعى لو حطيناها في كلمات هنقول كده يخلص من الخطية يخلص من الماضي يخلص من الذنب يخلص من الدينونة ده الخلاص الروحي يخلص من ويصير واحد من خرافي الخاصة يدخل إلى إيه؟ إلى الشركة إلى العلاقة الى البنويه مع الله الذين قبلوا اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله الذين قبلوا الذين دخلوا من الباب صاروا ابناء صاروا الرعيه فبقى من حقه العلاقه من حقه يقول له بابا من حقه يتكئ في صدره ومن حقه يجلس على منكبيه ومن حقه يركب على منكبيه ومن حقه يقعد في في حجره من حق بقيت انا أبنى عندي عندي حق الشركه مع ربنا دخل الى العلاقه دخل الى ملكوت السماوات دخل الى اما شركتنا نحن فهي مع الاب ومامني. دخل خلص من الخطيه وصار ابن دخل الى العلاقه دخل الى العلاقه وبعدين يخرج يخرج الى المرعى الى الاكل والشرب يخرج الى الحياه اللي فيها ربنا بيعتني بيا واللي فيها انا بقدم شهاده عن الله خلي بالكم الحكايه ديت فالخروج مزدوج بخرج الى المرعى حيث اكل واشرب حيث العنايه الالهيه حيث اعمل لمجد الله حيث اشهد للمسيح في العالم فانا جوه الحظيره الامان بره الحظيره بره الحظيره في شغل في شغل بره الحظيره شغل ليا اكل واشرب وفي شهاده بقدمها للناس مظبوط فالصوره اللي رسمها ديت انا هو الباب ان دخل بي احد يدخل يخلص ويدخل عبارتين صغيرين فيها كل ش... فيها كل المنظر فيها كل المحتوى الحياه الروحيه بس لازم ادخل بالمسيح مش باي حد تاني ها؟ أنا الباب، مفيش باب تاني. اللي هيخش من أي حتة تانية يبقى يبقى حرامي. <applause> أنا الباب. واضح الفكرة؟ بدخل بيه إزاي؟ إزاي بدخل بالمسيح؟ بأني باب المسيح في قلبي، مخلص ورب. الذين قبلوه قبلوا المسيح مخلص شخصي لحياتهم، مات من أجل خطاياهم وأقيم لأجل تبريرهم. قبلوا المسيح كفارة عن خطاياهم، وقبلوا ربًا وسيداً لحياتهم، فأدوا حياته. فقبلوا فداءه فداء لهم وقبلوا ربوبيته وسيادته على حياتهم فاللي قبل المسيح في قلبه دخل بالمسيح دخل بالمسيح إلى البنوية إلى الشركة مع الله ومع الإخوة وخرج معه إلى المرعى الأخضر عشان يأكل ويشرب وينمو وعشان يشهد ويعظ ويقدم رسالة الإنجيل للعالم واضحة ديت؟ طيب فده أول منظر أنا هو الباب معلش انا هاخد الحاجتين وبعدين اسمع اسئلتكم وتعليقاتكم التشبيه الثاني اللي دخل بيه بقى خاصتي انا بقيت الراعي بتاعه وهو بقى خرافي الخاصه هو بقى خرافي الخاصه قال عن الحكايه ديت بقى شويه حاجات في منتهى الجمال أول حاجة قال خرافي الخاصة ديت في علاقتي معاها تتميز بإيه؟ إنها تسمع صوته. قالها كم مرة؟ قالها كم مرة؟ بصوا كده معايا. أول حاجة تميز هذه الخراف وهذه العلاقة ما بين الخراف الخاصة وبين الراعي إنها تسمع صوته، قالها كم مرة؟ عدوا معايا. ها؟ عدد أربعة وعدد ثلاثة الخراف تسمع صوته عندي عدد أربعة تعرف صوته جاء تاني أيوة عدد ستاشر أيوة مظبوط جاء تاني آه جاء تاني رابع مرة في عدد سبعة وعشرين في التعليق على المثل دوت خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني أربع مرات بتكلم انه الخراف الخاصة دي اللي دخلت بالمسيح إلى الحظيرة وصارت خاصته تسمع صوته وبعدين جت مرات ولا تسمع صوت الغرباء ده نفي بس في إثبات عندي أربع مرات تسمع صوتي تسمع صوتي تسمع صوتي يعني أنا ابنه وقبلت المسيح بس بسمع ما بسمعوش ده يبقى في حاجه غلط حاجه غلط حاجه غلط. ولا ايه بالذات ده عدد 27 ده ده بعد المثل ده مش بيتكلم عن المثل وبعدين ان حاجه يقولها ثلاث مرات جوه المثل فاكيد والمثل اصلا خلص في اول ثلاث ابيات ده الباقي ده كله ده تعليق على المثل فده حق ده حقي لو انا ابن اني اسمع صوته اني اسمع صوته واميز صوت الراعي طيب ده من الواقع العملي بقى تاريخ وجغرافيا ده في الواقع العملي بتاعهم في ذلك الوقت ولغايه النهارده الخراف بتسمع صوت الراعي الخراف الخراف ولا الخراف اللي هم البشر او لا أو الخراف أولاد الله أو الخراف الخراف بتميز صوت الراعي اكيد أه أكيد لما الخراف بتميز صوت الراعي هتبقى الخراف الخاصة الحقيقية مش بتميز صوت الراعي <applause> ولا إيه؟ الصورة اللي هو واخدها المسيح هنا اللي هو مألوفة عندهم فمفهومة ليهم هي كانت إيه؟ إن المراعي مشتركة دلوقتي بيبقى ده دل ده المرعى بتاعي بشتري الأرض وارعى فيها الغنم بتاعي هنا ولو انه بتشوف ناس العرب بالذات بياخدوا الخراف ويتمشوا وفي وي وي الحتت العامه كده يوكلوهم صح؟ ده اللي كان متبع في ذلك الوقت في مراعي عامه طبيعيه الى مراعي خضر يربضني الى مياه الراح في ينبوع ميه هناك في ميه هناك في بركه هناك فباخدهم ياكلوا وبعدين يشربوا وبعدين يروحوا فعند المراعي دي بتختلق لايه؟ القطعان بعضها ببعض عند الميه بتختلط القطعان بعضها ببعض طيب كانوا بقى حاطين لها مش عارف ايه ورده واسم وبتاع ده كده زمان زي ما بنشوف دلوقتي البقر بيعملوا له كده وجرس وعليه مش عارف ايه وخد وبعدين دلوقتي كمان بيحطوا شيب هنا ار اف اي دي عشان يسكان ويعرفوا مين صاحب الحيوان ده لا ما كانش بيقول الكلام دوت مال كان ايه كان تختلط القطعان يروح الراعي بعد كده شويه ويروح عامل ايه مصفر منادي ينده فالخرفان عارفه صوت الراعي ده فتروح ملتفتة وماشيه والراعي ده خرافه تعرفه فتروح سمع صوته تروح ماشي فالقطعان تنفصل وكل خروف يمشي ورا الايه الراعي بتاعه سهله اه فهمتوا الصور فهو بيقول كده خرافي تسمع صوتي اه طبعا الخراف بتاع بتميز صوت الراعي ولا تميز صوتي لما التاني صفر لما التاني ينادي ما تمشيش ما تعرفش الصوت ده تعرف صوت ده ما تعرفش الصوت ده فبتمشي ورا ده مش بتمشي ورا ده خرافي تسمع صوتي الحقيقه الثانيه بيقول يذهب امامها والخراف تتبعه ده برضو من من واقع الحياه كده وايه دلوقتي التطبيق بتاعها من واقع الحياه انتوا بتشوفوا مرات كده كتير يبقى معاه عصايه مش كده؟ ها وعمال يهش فيها يلا 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 كده والخراف سبقاه. ده الوضع الطبيعي في المكان ده زمان ولا الوضع الطبيعي هو اللي احنا بنشوفه هنا دلوقتي ان الراعي عمال يهش البتاع وعمال يمشيها وفي خروف كبير كده في الاول ماشي وهم ماشيين وراه. لا الوضع الطبيعي اللي كان زمان الاول ان الراعي امام الخراف. عندنا اي اثبات لكده؟ عندنا اي دليل لكده؟ اتفضلي. هو كاتب يذهب امامها والخراف تتبعه واما الغريب لا تتبعه بل تهرب منه. كويس. فكان يعني ما انا بقول هو أمامها. بيقول كده، هل ده كان الواقع اللي موجود ساعتها؟ بتقولوا اه، عندنا آه آه اي دليل لكده؟ اه عندنا الصور لغايه دلوقتي في المناطق دي ده اللي بيحصل. وانا عندي صوره منظر كده الراعي ماشي قدام قطيع رهيب وهم ماشيين ورا دي الصوره المثلى، دي الصوره الحقيقيه. ان الراعي يمشي والخراف تمشي وراه والخراف بتلزق في بعضها بتتفرج عليه بيتحركوا دايما لازقين في بعض كده منظر غريب جدا بالذات الخرفان حاجه غريبه قوي ازاي يلزقوا في بعض ويمشوا كتله واحده وما وبيمشوا ورا الراعي فده المنظر اللي كان متبع فعلا اللي بنشوفه في الصور بتاعت زمان ولغايه دلوقتي في المناطق ديت وبتسهل قوي ان راعي واحد ممكن يقود قطيع كبير جدا لانها تعرفه لانها تعرف بعض فبتلتحم مع بعض وتمشي وراه وهو اللي بيقول بعد شويه كده تكون رعية واحدة لراعٍ واحد رعية واحد مش قطعان كتيرة هو بالنسبة له عنده قطيع واحد ما عندوش طوائف وعنده قطيع واحد بيمشي وراه راعٍ واحد مين الراعي ده؟ يسوع يسوع في الواقع الروحي التطبيق ده مهم قوي يا جماعة الواقع الروحي. أنا بمشي ورا المسيح مش المسيح ماشي ورايا يزقني. احنا عايزينه كده. زق يا رب زق، زق كمان، زق كمان. هو مش أمامي وأنا بمشي وراه عشان أتفرج عليه عشان أتبع إثر خطواته. جعلت الرب أمامي. أنا بتبعه. أنا بحط رجلي مطرح رجليه. هو مش مجرد بيزقني. إحنا عايزينه إحنا عايزينه العكس، عايزين الراعي اللي ماشي من ورا القطيع وبيزق القطيع وعمال يخبط فيهم ويرزع فيهم زي زي الكاوبويز ويجري بكده ويضرب طلبه في البهايم تخافوا وتتخض وبتاع هو مش بيعمل كده. وفي العالم الروحي هو مش هيعمل كده. وده اللي من عايزينه بس هو مش هيعمل كده. هو يخرج أمامها يذهب أمامها والخراف تتبعه وبيقولها تاني خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني هي دي التلمذة تلميذ المسيح معناه ماشي ورا المسيح ماشي ورا المسيح يبقى تسمع صوته تتبع تتبع تمشي وراه بتروح مطرح ما بيروح بتمشي في اثار رجليه بص عليه بتتفرج عليه فخوره بيه مش بتعمل اللي هي عايزاه وبعدين ترجع بالليل ابانا لازم في السماوات لا انا طول اليوم ماشي وراه واضح اللي بقوله واضح اللي بقوله الصوره الثالثه اللي بيقولها هنا يبقى واحد تسمع صوتي اذهب ابامها فتتبعني وبعدين الصوره الثالثه هنا انا الراعي الصالح واعرف خاصتي اللي هي الخراف الخاصه دي وخاصتي تعرفني نعرف بعض وبنحط مقابله للحكايه دي كما ان الاب يعرفني وانا اعرف الاب عدد 14 وعدد 15 يا نهار مش فايت احنا نعرف بعض زي ما انا والاب نعرف بعض طب هو عارفني زي ما هو عارف الاب اكيد لان هو اريني طب انا اعرفه زي ما هو يعرف الاب انا اعرفه تسمع صوتي تتبعني تعرفني تعرفني عرفاني مش بس بتميز صوتي بسبب التدريب مش بس عايزه اتجوز مين واروح فين واخش انا كليه وهاجر ولا ما هاجرش ومجرد انا عايز اسمع صوت تعرفني تعرف من احنا نعرف بعض تعرف انا مين عارفه قلبي عارفه فكري عارفه شخصيتي عارفه هويتي وده اللي بولس كان دايما يقول لي اعرفه أعرف... وانت وانت لسه متعرفوش انا عايش رحله عمري كله انا عايز اعرفه وبيقول في اليوم الاخير اروع حاجه هتحصل ساعرف كما عرفت <applause> ساعرف كما عرفت كمال المعرف... اعرفه بالكامل زي ما عرفني بالكامل انا هعرفه بالكامل لكن هنا في رحله حياتي انا عايش عايش اعرفه ودي مشكله خراف كتير خاصه مش التركيز بتاعي اني اعرفه انا عايز اسمع صوته بالكتير انا بالكتير عايز اتبعه بس اهم من واحد واتنين اللي بيخلي واحد واتنين موجودين اني انا اعرفه فلاني اعرفه بقدر اميز صوته ولاني اعرفه بقدر اعمل ايه اتبعه لو مش عارفه كويس هيبقى عندي مئة سؤال وهيبقى عندي شك فيه وكل حاجه تحصل هلومه وهطلع عينيه وهطلع عينيه نفسي ولا هقدر اميز صوته وسط الناس وهلاقي نفسي بتوه ومش بتبع الحته دي خرافيه وبصوا الباراجرافات كده واحده ورا الثانيه تسمع صوتي تتبعني تعرفني تعرفني كما ان الاب يعرفني وانا اعرف الاب وبعدين بيحط نقطه بعدها دال والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف قالها كم مره ثلاث مرات عدد 11 عدد 15 عدد 17 ثلاث مرات قبل الصليب قالها 100 مره الناس يقول لك ما 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 هو حكايه الصليب دي مش معقول هو قالها وانا رايح للصليب لا 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 الله لا يسمح له بهذا يعني مر. لما هو عشان كده جه وقالها 100 مره هو قالها 100 مره هو قالها 100 مره هنا بس قايل ثلاث مرات يبذل نفسه على الخراف اضع نفسي على الخراف اضع نفسي لاخذها ايضا مش قبل ما اضحى اضحى عشان اخذها ايضا لي سلطان اضحى ولي سلطان ان هذه الوصيه قبلتها من ابي حتى حتى ده الراعي الصالح الراعي الصالح مش يضحي بالخراف يضحي بنفسه مش بالخراف مش احنا اللي بنفدي ربنا يعني عند بعض الناس فداك احنا يا رب يعني انا افدي ربنا ربنا محتاجني انا افديه ولا انا اللي محتاج ربنا يفديني هو ربنا عنده مشكله عشان انا افديه ولا انا عندي مشكله عشان ربنا يفديني هو مين اللي في ورطه ومين اللي يقدر يساعد التاني انا اللي هساعد ربنا ولا ربنا اللي هيساعدني الراعي الصالح يضع نفسه عن الخراف واضحه الحكايه دي حط بقى مقارنة جميلة جدا بينه وبين الأخ الثاني بقى اللي ابتدى معانا في أول القصة السارق اللي بيأتي من موضع آخر، صح؟ حط مقارنة، خلونا نتفرج على هذه المقارنة بين السارق واللص وبين الراعي. قال السارق يأتي عشان يعمل إيه؟ يسرق يذبح ويهلك. الراعي الصالح أتيت لتكون لهم حياة. ها؟ وبعدين في عدد 28 وانا اعطيها حياه ابديه، بصوا دول عكس بعض بالظبط ولا لا؟ ده بياخد لكن ده بيدي، ده بيذبح، بيقتل، ده بيحيي، ده بيهلك هلاك ابدي وده بيدي حياه ابديه. وانت اختار بقى حضرتك تقع في ايد السارق ولا في ايد الراعي؟ الغريبه بقى ان ناس كتير بتختار السارق. ناس كيف تختار السارق طيب السارق ده مين مين السارق ولا مين السارق ولا ابليس 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 جاب سيرته كذا مره قال الذين اتوا قبلي سراق ولصوص وقال السارق لا يدخل من الباب ياتي من موضع اخر عشان يسرق بيسرق ايه ابليس بيسرق ايه قولوا لي بيسرق ايه حياتنا بيسرق حياتنا ارواحنا بيسرق ارواحنا بيسرق ممتلكاتنا بيسرق علاقتنا مع ربنا بيسرق علاقتنا مع ربنا أنا قصدي حياتنا دلوقتي وحياتنا الأبدية ما هدا يهلك أنا بتكلم يسرق بس بيسرق أوكي. إيه؟ بيسرق إيه هنا؟ حريتي بيسرق بيسرق حريتي بيسرق أفكاري وبيسرق أفكاري يحط أفكاره أيوه بيسرق وقتي بيسرق وقتي فحرامي حرامي هو اساسا بيسرقني انا من ابويا السماوي صح هو بيجي يخطف الخراف من ربنا الخراف اللي بره الحظيره دي بتاعته اصلا هي ما دخلتش كانت هو اللي عملها مش ابليس اللي عملها هو خطفها فاكرين الرسمه اللي قلناها ديت في خراف بره وخراف جوه اللي جوه دي خاصته اللي دخلت فدي ملكه اللي بره دي اصلا ملكه بالخلق هو جه خطفها وبقت بتاعته فهو بيخطف الناس طيب لما بعد ما يخطف الناس بيعمل ايه فيها بيخطف منهم بقى بيخطف منهم الفرح والسلام والسعادة والعلاقات الزوجية والعلاقات الأبوية والبنوية، صح كده؟ بس منهم كل حاجة. وهم سايبينه سارقهم وسارق منهم، يعني هو سارقهم وسارق منهم. هديك فلوس؟ يديني فلوس ياخد السعادة، طب أنا فلوس. يديني شغل ويحطم حياتي الأسرية وياخد مني سعادتي الزوجية، يا فرحتك. أنت أنت عبيط؟ حرامي داخل خارج ينهش ميك ضايع ضايع خرب خربك وأنت سايبه مزعج من ربنا سارق وبعد ما يسرق الناس يعمل فيها إيه بقى في الآخر يعمل فيها إيه؟ يعمل فيها إيه؟ يذبحها يذبحها ياخد الناس كده واخد بالك ويقضيه شهرين تلاتة اربعه سنتين تلاتة عشره وبعدين زي داعش كده يروح حاططهم كده ويروح ايه مقطع الراس يلا اذبح اذبح احنا بنتفرج على المنظر دلوقتي يعني احنا بنشوفه يعني فيديو بيسرق الناس يخش مدينه يسرق الناس وبعد ما يسرق الناس يعمل ايه؟ يذبحهم كنت في كردستان في مدينه فيها ناس من اليزيديين ومجموعه من البنات من اللي اتخطفوا لانه لما نزل على المناطق اليزيديه الاولانيه مسكوا الناس كلها القرى اللي بعدها لما عرفت هربت لكن القرى الاولانيه دي مسكوا كل الناس بعدين يعني فصلوا الرجاله عن الستات خدوا الرجاله في ناحيه وخدوا الستات في ناحيه وبعد ما خدوا الستات في ناحيه ابتدوا يشحنوهم مجموعات مجموعات ويوزعوهم على اصحابهم ستة سليفز يعني آآ آآ اماء جنس بيدوها كده اما سيدها يمارس مع الجنس مش كزوجه كاما اما كده بس انا فاهمين بقول ايه وبعدين اديها واحد تاني وكده يعني وينهم اتنقلت ما بين اتنين وتلاتة يعني خيال احنا ما عرفناش ايه اللي حصل مع الرجاله بس في واحد منهم كان موجود في المقابله ديت فحكى ايه اللي حصل معاهم بيقول خدونا وقسمونا افتكر كل اربعين اربعين اربعين. وبعدين راحوا ضربونا بالرشاشات كده ويعملوا لنا كوما وبعد بعدهم كده كوما وبعدين يدفنونا. واحيانا كانوا يسيبونا. احنا ما عرفناش الرجال حصل منين الا ان الراجل ده ضربوه والناس وقعت عليه وهو جات رصاصتين بس رصاصتين جم في فخده فوقع والناس وقعت عليه فافتكروه مات مع اللي وسابوه كان بقى وراهم ناس تانية عايزين يعدموهم يعني مش فاضيين بقى يتأكدوا من الحكاية فكان عندهم شغل كتير يعملوه فهو اللي نجا وقال موتونا كلنا أنا اللي نجيت الوحيدة عشان أحكي لكم الحكاية عبر التاريخ شفنا المنظر ده بعينينا بيحصل شفناه في الحرب العالميه الثانيه شفناه ازاي ابليس لما بيمتلك ناس وبعقائد احيانا دينيه. بنشوف المنظر ده قتال للناس، وده اللي قاله في انجيل يوحنا اصحاح ثمانية، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. أنا أعرف ناس إزاي عملت عهود مع إبليس، ودها في الأول فلوس، في الآخر خرب كل حاجة في حياته دمر كل حاجة في حياتها. وكتير منهم في الآخر ماتوا في حوادث أو في مصايب أو انتحروا. بعد ما بياخد اللي هو عايز ياخده منهم برميهم 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 للموت ومش بس كده بقى وياخدهم معاه <applause> للجحيم الابدي <applause> ده الهلاك سرقهم وسرق منهم وبعدين ذبحهم وبعدين خدهم للهلاك الابدي عشان كده يهلك دي اصخم واحده فيهم دي غير دي احنا فاكرينها دي تكرار يذبح يعني يقتل قتال للناس امال يهلك يعني ايه؟ ده الهلاك الابدي دي اوحش قوي من دي بس دي اصخم منهم كلهم دي اسوأ واحدة في الموضوع كله مش المشكلة اني يموت. المشكلة بعد ما اموت هروح فين العكس المقارنة دي مقارنة رهيبة ابيض واسود اسود اسود وابيض ابيض اما انا فاتيت لتكون انا جيت ادي انا ماجيش اخد انت عندك عشان تديوني لما بقول لك اديني قلبك عشان اعمرهولك لما اقول لك اديني حياتك عشان احياها لك لما اقول اديني عمرك عشان اعدله الحياه انا هاخد منك ايه يا بني ادم انا اتيت لتكون لهم abundant life حياه وافره حياه فياضه حياه مليانه مليانه فرح وسعاده وحب وفلوس مش مهم الفلوس يعطيني ما يكفيني لاعيش مادر تريزا كان عندها قليل جدا لنفسها وربنا اعطاها كثير لغيرها عاشت باقل القليل وربنا ادها الملايين عشان توكل وتعالج وتلبس الاف الالاف من الناس بس يحشت قليل ما يكفيني يكفيني لان مش دي الحياه الوافره الحياه الوافره مش وفره الفلوس وفره السعاده غنى الروح غنى الحياه ومش بس كده وانا اضمن لك حياه ابديه بيقول كده وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك ولن تهلك على طول شوف المقارنه ولن تهلك ولا يخطف احد من يدي ولا يخطفها أحد من يدي أبي الذي أعطاني إياه وأعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي أنا والآب واحد لها في الحلقة اللي جاية يعني أنا اللي أضمن حياتهم الأبدية ما حدش يقدر ياخدهم مني هم يقدروا يسيبوني حريتي هتفضل لكن ما حدش يقدر ما يبليس ما يقدرش ياخدهم مني ما يقدر ياخدهم مني لأن أنا أعظم من الكل واللي حط حياته بين إيديا ما حدش يقدر ياخده مني، بصوا الضمان، بصوا الأمان اللي أنا عايش فيه، فالمقارنة هنا رائعة بين السارق واللص، وبين الراعي الصالح. <applause> نيجي للشخصية بقى الغريبة اللي في النص ديت، اللي اسمها ليه؟ الأجير. مش موجودة في المسألة الأولاني. المسيح حطه تحت أما الأجير الذي ليس هو الراعي الذي ليست الخراف له اللي هو مين الرجل ده يعني مين الأجير في, الـ في, الـ في, الواقع الحياة مين الأجير افتكر نفس فكرة الوكيل ان وكيل. السيد هو أقل من الوكيل شوية مين الأجير يعني حد مش صاحب ال... مش صاحب الخراف كويس مش صاحب أجير يعني إيه أجير يعني بالأجرة مأجور آه. يعني مأجور. موظف اما الموظف مين عينه؟ صاحب الخرافه الراعي الراعي جاب واحد يشغله معاه وكان حان بيسيب له الخراف وبيدفع له ايه؟ اجره ده الاجير بياخد اجره اما الاجير اللي مخه اجير اللي عقله اجير اللي بيشتغل الشغلانه دي عشان الاجره لو لقى الذئب مقبل لو لقى الخطر مقبل ده مش سارق ده الذئب خطر في الحياه ظروف الحياه مليانه اخطار لو راى الذئب مقبل بيعمل ايه؟ بياخد له في اسنانه وبيترك الخراف ويهرب لانه ما يهموش الخراف ما يهمه ايه يهمه الاجره <applause> مش أبيع حياتي عشان الفلوس ما تضيع الخراف عني ما خدت المرتب بس الذئب ما ينهشنيش فاهم عايز اقوله فاذا اللي بيرى الخطر اللي بيرى الخطر وبيهرب يبقى مخه عقليته عقليه مين اجير لكن الراعي لما يرى الذئب مقبل يعمل ايه؟ يهرب لا 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 على اون ماي ديد بادي على جسدي. على جثتي صح كده؟ اون ماي ديد بادي على جثتي مش هتم مش هتمسك واحد منهم خلص عليه الاول بس الراعي ده يقدر حد يخلص عليه؟ حدش يقدر يخلص عليه المسيح قال لبطرس اتحبني؟ قال له نعم قال له اعمل ايه؟ ارعى اولاد الله الحقيقيين مكلفين ان هم يشتغلوا مع ربنا في رعايه الخراف بكل اسف ناس منهم بيشتغلوا بعقليه الاجير وناس منهم بيشتغلوا بعقليه الابناء انا ابنه ولاني بحبه انا كمان مستعد اضع نفسي من اجل الخراف <applause> وطول ما انا بشتغله ودي خرافه يبقى دي دول اخواتي اذا دي خرافي هو مش هيسيبني فيش ذئب هيخطف مني ولا هيقدر عليا لاني انا باسم رب الجنود باسم القدير انا بحامي على الخراف دي فاهمين بقول ايه؟ فالمشكله ان في ناس كتير قوي بتخدم ربنا بعقليه الاجير ده الاجير ده موجود جدا 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 في الكنايس ولا لا؟ اول ما يرى الخطر يعمل ايه؟ ياخد ديله في سنانه ويعمل ايه؟ ويهرب مش عايز اتكلم عن الناس اللي اول ما الثوره قامت خدوا ديلهم في اسنانهم ومشوا صح كده؟ مش عايز مش عايز اجيب سيره ناس اول ما شافت الخطر جاي مشيت. مع ان الخطر اللي جاي ده خلق فرص عظيمه للخدمه. ده كان وقت عظيم لجمع خراف كثيره للحظيره. مش وقت للهروب. ناس كتير بتشتغل مع ربنا بعقليه الاجير. انا ابنك بس عند الخطر ما عرفكش. عرفكش يا عم العمر واحد هو الرب واحد لكن هو العمر واحد تحبني ارعى غنم ارعى غنمي اللي يهمه نفسه اللي يهمه اجرته مش مستعد للتضحيه مش هيضحي عشان الخراف تفرش معاه الناس ما تضيع الناس ما تضيع ما تروح في السين داهيه المهم انا ما تزعلوش مني مش كتير بنفكر بالطريقه دي أبنا الاجير موجود هنا فال... هنا المشهد فيه كل الناس في الخراف اللي خاصته، وفي الاجير وفي العدو وفي الذئب كله موجود في القصه دي فيها كل الدنيا موجوده شكل واحدة من أروع مقال وعلم المسيح طيب قبل ما أختم وأسمعكم في الحتة الأخيرة ديت هقف عند الشاهد الجميل الأخير دوت عشان نختم بيه الزبد دي عدد 16 ليه خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراعي واحد كان بيتكلم عن مين وقتها المسيح لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة خراف ليست من هذه الحظيره ايه الحظيره ديت ايه الحظيره دي بيتكلم عن الامم بيتكلم عن الامم الحظيره ديت اليهود في ناس امنوا والغالبيه رفضوا صح وقال لي خراف اخر مش من الحظيره دي مش من الخلفيه الدينيه دي هتسمع صوتي وهتؤمن صح كده طيب في الوقت الحاضر الايه دي ليها معنى خلاص الامم امنوا ولا ملهاش معنى خلاص دي وقتها خلص الايه دي نخلصها في اي معنى ليا دلوقتي اتفضل مازال لغايه دلوقتي في خراف من حضارات اخرى تانية. بتيجي لسه في خراف من خلفية ثانيه وهو بيقول ينبغي ان اتي بتلك ايضا ربنا يفكر في العالم كله احنا دايما بنفكر في ناسنا ها في ناسي اليهود كانت دي مشكلتهم اليهود وبعدهم الطوفان مع ان ربنا اقامهم ليكونوا نور للعالم لكنهم احتفظوا بربنا لنفسهم واعتبروا الباقيين دول كلاب هنيجي المثل كده كان رايهم انهم كلاب نجسه كلاب نجسه الامم دول كلاب نجسه المسيح مش يفكر في كده اللي انتوا معتبرينهم كلاب نجسه دول دول انا ليا خراف منهم دول صنعت ايدي انا بتاع كل الامم انا بتاع كل الشعوب والناس اللي من خلفية تانية دي أنا لازم أجيبها لازم أجيبها طيب لما تجيبها هنبقى إيه؟ هنبقى كنيسة اليهود وكنيسة الأمم الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية الكنيسة الخلفية اليهودية والكنيسة الخلفية الأممية لا تبقى رعية إيه؟ واحدة كنيسة واحدة رعية واحدة لكم راعي؟ راعي آه كمية المعاني <applause> رهيبه كميه الدروس اللي بتغير طريقه تفكيرنا ونظرتنا للناس واختياراتنا امشي ده ورا لص ولا الراعي الصالح اللي بيهلكني ولا الوضع نفسه من اجلي اللي بيديني ولا بياخد مني احنا وبس ولا لا ده في خراف من خلفيه اخرى ينبغي أن آتي بتلك أيضا. طب هنبقى إيه؟ رعية واحدة وراع من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. دي الصورة الكتابية، ده اللي قاله المسيح. اللي عايز يعمل حاجة تانية دي مشكلته هو الشخصية. عزيزي المشاهد أحبائي أشكركم عشان متابعتكم لنا هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة أخرى. ربنا يحفظك تلميذ للمسيح من خرافه الخاصة. I mean.